قولي لي يا حاجة، ايه اللي حصل؟ اللي حصل البيت وقع ازاي؟ والله التدريب لسه كبير، الله اكبر. طبعا كنت موجود في البلكونه وكده، هو لسه كان حتى بس كنت واقفه في الشباك. كنت واقفه يعني في الشباك بعد الستاره كده، بعد الستاره لقيت بقى حاجه بقى زبزمه كده، هو زي حاجه كرتونه. يعني هو البيت مرة واحدة وقع، ولا مثلا كان في أسباب؟ يعني مثلا كان في حاجة وقعت قبل كده؟ يعني البيت ده عمره قد إيه مثلا؟ لا يعني سنين. وكم دور؟ هما كانوا ستة. أنتوا الفجر سمعتوا صوت بقى؟ قمتوا تشوفوا؟ سمعنا الدم. سمعنا الدم، الدنيا قامت وقعت بقى. قولي لي انت يا امي، انت كنت جنب البيت على طول؟ شوف، قولي لي بقى، قولي لي ايه اللي حصل من البدايه. ابني اولاني كان عاوز يشفى، فانا ماشي، وبعدين ايه، بعد الستاره كده لقيت البيت في حاجه غريبه بيتعود. وبص مفيش ملحقش، تعب على طول، قام واقع في قلب الارض. بقينا نصوت من فوق، احنا قلنا كمان بيتنا كمان. انتوا البيت اللي جنبه على طول؟ ما هو ده بقى، هو ده البيت اهو. الواجهه بقى من هنا كله بقى، وهنا في اطفال، بقينا نصوت، وابن خالتي والجيران هنا بقوا يجروا في الشارع، نطلع تجري، وجريت منها من فوق، لبست انا في المدخل هنا، لبست العباية حتى بالمقلوبة. ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم، اطفال والله العظيم، اطفال يا عيني. وصل كان قدام مني، والله قدام مني، الواد يعني بينام في البلكونة، طفل كده بينام في البلكونة، ما انا بشوفه، انا فوق هنا بشوفه. طفلي لسه موجود، لسه موجود، مستشفى عروسه. هو بيت عيله يا حاجه ولا ناس؟ لا كل واحد واخد دور، كان في عروسه فيه. كل واحد تمليك. وكان لسه في عروسه متجوزه فيه؟ كانت متجوزه بس كان معاها بيبي كده صغير فوق، فكانت موظفه شقتها. يعني حاجة، طلع أطفال وطلعوا جثث كل حتة في ناحية.